اولا راه كان سبق لينا ردينا على هذا الموضوع هذا في الندوه الصحفيه اللي سلطنا فيها الضوء على ذاك البضامين ديال القرار الاممي، واعتبرناه واحد العديد المغالطات. كنظن على ان اليوم السيد الوكيل العام في الرد ديالو كان اكثر دقه واكثر وضوحا. لاحظتي وحنا ما دخلناش في هذه النقطه هذه اليوم، يلا التمسنا مولا لاعداد الدفاع، ولكن غادي نعاودوا نجددوا ناكدوا على انه انطلاقا من المشروعيه والشرعيه ديال الاجراءات وسلامتها والتثبيت ديال القرار النيابه العامه من طرف المحكمه الجنائيه ابتدائيه بالادانه كتكون بتت في الوضعيه ديالو، وهذه القضيه هذه هو واحد الحق اريد به باطل. هذاك المقرر الاممي ما عنده الحق يدير الملاحظات ديالو ويسجل امور، ولكن مع كامل الاسف كان عنده واحد السند احادي وماشي موجه للقضاء، وموجه للسلطه الحكوميه، موجه للسلطه التنفيذيه، وبطبيعه الحال المواثيق الدوليه والدستور والحقوق المدنيه والسياسيه كتقر على استقلال السلطه القضائيه. ما يمكنش تدخل في استقرار السلطه القضائيه للبت في وضعيه معتقل ما او قضيه ما كيكون القضاء بسط يدو عليها. وعلى كل حال راه يعني كان حتى هذا ما لن اقول تحدي، ولكن هو في الحقيقه موقف يحسب للنيابه العامه اللي كترحب بالخبراء الدوليين يحضروا لهذه المحاكمه ويشوفوا فعلا واش هذه المحاكمه يعني كتوفر فيها حقوق ديال الدفاع او لا. وسبق لهذه المسائل اللي تقدم بها الدفاع ديال توفيق بو عشرين اليوم ان كانت موضوع رد وتعقيب من طرف الحكم ديال المحكمه الجنائيه الابتدائيه. الان الملف باقي ماشي جاهز للمناقشه وباش نداولوا في هذه المسائل هذه كامله، يعني كيظهر لي الجلسه ديال 24 غادي تكون ان شاء الله الامور جاهزه للمناقشه لا ديال الدفوع ولا ديال الموضوع. انا فاجئني قالك حاله البث ماشي شرط، وشنو هي؟ لان شروط الاعتقال واذا لا هدف اطار تحقيق الدعوه، ولكن داكشي ماشي صحيح. قبل ما نناقشوا الموضوع شنو هي المرتكزات القانونيه للاعتقال، قبل ما نناقشوا الموضوع واش الجريمه ثابته ولا ما ثابتاش، حيت الفرق ما بين الجريمه ثابته ولا ما ثابتاش وفرق ما بين الاعتقال واش عنده مرتكز قانوني ولا ما عندوش. شي واحد مثلا متهم بالسرقه، جي واحد مشيتي عند واحد قلتي هذاك سرقني، صافي النيابه العامه غادي تقبطه بلا 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 اسباب، ما اعترف، ما كاين حالة تلبس، ما والو. اي واحد اتهمناه هنايا بشي جريمه غيمشي للنيابه العامه تعتقلو حتى يثبت العكس، غيولي كل شيء معتقل. دابا اي واحد نتهمه الان بشي حاجه النيابه العامه هذاك راه دار لي شي حاجه اعتقلوه، فهمتي؟ لا، حيت الاعتقال ينظمه القانون، ولحد الان النيابه العامه عاجزه على انها تثبت المرتكزات القانونيه ديال الاعتقال، عاجزه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.